عودة مع التراجي تي في بعد ما حكينا على الفوتة ونفتحوا البلوك متاع الهونت. وقبل ما نبداو نحكيوا على فريق كرة اليد نبداو معك أنت يا أنيس المحمودي. مازلت تعاني في إصابة خفيفة على مستوى الركبة وقاعد تقوم في ريدوكاسيون في البيسين. اليوم كنا معاك الصباح وحضرنا على السيونس دو ريدوكاسيون هذايا وشوية بيسين وكانت لنا فرصة أيضا نزيدو نتعرفوا عليك ونشوفوك باش مغروم في الأوقات الفراغ متاعك. هو برامون نيفو عالي في البيار أنيس محمودي. تفرجوا في اليوم كنا مع أنيس محمودي ثم نرجع. هاني اعطينا فكره على دورين تاع السيونس اللي يقوم بها نيس في البيسين وليزيكزيرسيس اللي يعمل. الحصه تدوم بين 40-45 دقيقه باش الغونفورسمون دو جونو، والثاني حاجه بور الكارديو فاسكولير. تعرف انت انيس اسمه يتدرب وكل شيء، مش يقعد مده طويله ما يتدربش في البيسين. معناتها اول حاجه نتلاهوا له بالركبه نتاعو، ثاني حاجه بعد كان شفته في اخر الحصه عطيته برشا مشي وجاي بوغ لو كور معناتها بالقلب باش يقعد يتمرن ويشد اللياقه البدنيه نتاعو. اليوم اول سيونس تاع بيسين اليوم عملته؟ اليوم اول سيونس دخلت في البيسين باش خاطر البيسين عاون برشا الكوادريسيبس والسكيو جومبي ديدي، دونك لازمني برشا خدمه في البيسين. زاد حتى البيسين باهي الكارديو، دونك لازمني نكثر شويه من السيونس الصباح. والعشاء تمشي القصيره سعيده؟ العشاء في لينابس. شنو الخدمه بالضبط تخدمها غادي؟ والله توسكي ساتيك، خدمه ساتيك تعب برشا لما حاله بسكليت و خدمة بالمتسمبول و خدمة متاع تقوي الكوادريسيبس سيرتو المسكولاسيون ساتيك بالواقفة. مع حمدي قلت لك كيني هذايا لي بيا والله ماهمش مقصرين، نعطيهم الصحة واقفين معايا الكل. أنيس نعرفوك عازب وعايش وحدك، هذايا حومتك اللي هنا في المنار ديما راكشة هوني. هنا حومة هذايا براتيكمون نقعد فيها نهار كامل، مش نهار كامل لما نعدي فيها جل وقتي. نجي هوني قهوتي واصحابي الكل يقعدوا هوني، نلعب الديار والسنوكر. اذا فما زاد قريبه كل شيء ونسكن هنا، دونك تساعدني على الاخر سورتو اللي اصحابي الكل يجي يقعدوا في الحومه هذه. باهي العزوبيه ولا خايبه ولا متعبه ولا؟ والله متعبه ماذا بيا كي نكون معرس، اما ظروف. اي وقتين نفرحوا بيكم؟ ان شاء الله عم الجاي. ان شاء الله العام الجاي تلقاني صيد وجه. نلعب برشا بيار يعاون برشا في المونتال، عادي بيه برشا وقت. أنيس قديم تروح تلعب في النهار؟ بين 30 و40 تروح. 30 و40 تروح؟ بيار. معناها نجم نقول نهارك مقسم هوند وبيار. هوند وبيار، فيونسي نتاعي، أصحابي. إي أصحابك تقابلهم في البيار؟ إي عندي برشا أصحاب. وتوا رابح ولا خاسر ديما؟ معذبهم ولا معذبينكم؟ 90% رابح. و 10% عليه نخسر، فما تراح تخسرهم وما تراح خاطر فما برشا من العباد. احنا نتبعوا فيك في الهوند نعرفوك تتخمر ياسر كي تخسر، هناك كي تخسر اش تعمل؟ كيف هو يقول لك ايش يعمل كي يخسر؟ لا هذيك الحاجه القويه فيه اللي ما يحبش خساره، تغش يلوح العصايا يعمل برشا حاجات ما يحبش خساره. معناها تجيب خساير لك وخساير ماديه لكم انت؟ لا خساير ماديه موجوده هذيك موجود والضحايا موجودين. أنيس بابا أنيس باش خليك تكمل تروحك توا، باش نحكيو إن شاء الله على وقتاش يكون رجوعك للترجي، وقتاش تكون حاضر، نحكيو على ليزيشيونس اللي جايين، ليزيشيونس الكل إن شاء الله، كوب دافريك وبطولة كوب، من بعد ليلة في بلاتو. إي إن شاء الله الليلة نكملوا نحكيو، أتوت من بعد نقابلو ونكملوا نحكي في كل شيء. هاي سالي.
كما كنا نشوفه قلنا مستوى عالي نيس في البيار وذولي قناك منافس به. احنا نهار عملنا جورني افيك سامح الدربالي وقلنا اللي هو بيدو مستوى نتاعو عالي في البيار نشوفوا نهار نعملو لكم فينال بين بعضكم نعملو شالنج جاي جيبو اخويا مرحبا بيه يا سيوا في حومته ولا يجيب حذيه سنتري ناس نلعبوا لي روتور نعملوا لي روتور ها تحب سنوكر تحب بيار ما يسالش كل شيء مرحبا بيه. نرجع اخويا توا مع فريق كره اليد وحكينا شويه على الاصابه بدينا التقرير هذايا بالريدوكاسيون اللي قاعد تقوم بها والله تحكي لنا شويه وقتاش ان شاء الله العوده نتاع نسمع والله انا تضربت بارتي ليكيب ناسيونال معناها الاسبيرانس كونتر ليكيب ناسيونال دقيقه لعب تضربت اعطاني من الاول كانت اصابه ناي كونتيزيون كبيره دونك معناها صاروا لي دي كومبليكاسيون من الاول مشيت طبيب الاول سيزاهي عطاني راحة كبيرة بعد مشيت دكتور سي منصف بن عبيد اللي مشكور اللي قال لي رئيس لجنة الطبية نتاع الترجي في تونس عطاني راحة ب 15 يوم ريوديكاسيون كل يوم صباح وعشية 8 نتاع الصباح اليوم 8 ايه هو براتيكمون تعبت تاعب على الاخر تو البريود هذه كل اما باش نجم نخلط على الاولاد خاطر غايظتني لازمني نحب نلعب في البلاي اوف خاصة السيزون تاع جيت في تومبك تو جيت في احسن بريود في السيزون معناتها سيرتو اللي تنتظر فينا دي شي شيونس كبار اللي هي ابار البطوله والكوب اللي سنسنا بهم فما سوبر كوب دافريك اللي هو كونتر الاهلي اللي تهز كوب دي موند كلوب لازمني يكون حاضر باش نعاون الجروب باللي نقدر خاصة عام كامل وهو ذاك هو الموعد يوم 15 ماي ضد الاهلي المصري وان شاء الله كما فريق كرة الطائرة كان نهائي البطولة الافريقية ضد الاهلي المصري مباراة لأهلة الفريق لكأس العالم ضد الاهلي احنا لعبنا كونتر الشامبيونز ليج كونتر بعضنا كونتر الاهلي في 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 مراكش انتصرنا عليهم فرق 7 اهداف تو الاهلي باش يحضر بالكدا باش يجيبوا بقية ليكيب تاع المنتخب نتاعهم تعرف الاهلي كي تلعب يعاونوها الزمالك يعاونوها ليكيبات الكل احنا ترجي باش نلعب بالافكتيف اللي عندنا الافكتيف اللي عندنا زاد ان افكتيف ريش الجوار اللي عندنا زاد دي كاليتي على الاخر كبار معناتها ما فماش عندنا بوست ناقص ولا حاجه اما شنو هي الاصابات اللي جاتنا توا معناها مش كاين انا ضربت فما اصابات كبار فما اصابات صغار ان شاء الله نكون حاضر معناها على قريب توا ريديكاسيون عملت 8 حصص مازالوا لي 8 اخرين كان مش اكثر ومن بعد نعاود نرجع سيمونز سي بن عبيد باش يعاود يشوفني كان اسكو نرجع 100% ولا بشويه بشويه نتمنى اللي نكون حاضر على القليله في الدوزيام فاز تاع نتاع هو الحقيقه حتى 80% نيس معناها تعطي اضافه كبيره في الفريق ايه حتى المورال الاولاد الاولاد سنسوا بيا وسنسوا معناتها نخلقوا جو مع بعضنا سيرتو اللي برشا صحابي كل معناها الاولاد الكل يحبوني معاهم ديجا كلهم يعطيهم الصحه نشكرهم الكل اللي يسالوا علي بالتليفون ويتابعوا فيا حتى معناتها المسؤولين الكل خاصة سليم بندري يعطيه الصحة يتبع فيا من 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 بعيد ومن قريب. صحيح. وإن شاء الله نكون حاضر في أقرب فرصة و بقدرة ربي لاباس. العين عين هي عين ضربة برشا من العباية شوف كنت يا أنيس نفس الشيء مروان كيف مروان عندك إصابة مستوى صبعك جات في قداش قلت لي لي 5 بوان الأخرانيين في لقاء نهائي ضد الأهلي. فقت بها لي 5 بوان الأخرانيين معناتها تاع تروازيام سيت. وهي الإصابة كانت قبل؟ والله خاطر كانت قبل هي يمكن ما يتضرب مصير لوكساسيون يمكن خاطر بالكونتر هذاك الحاجة الوحيدة اللي أنا بون فقت فما في وسط اللعبة عملت باس وجاني ما شفتوش شفت كان صباع معناتها طايح بون حاولت جبت رجع شوية لبلاصته ما قعد طايح فهمتني. كي حبيت نرجع من بعد اما 5 بوان حتى ساشا كي دخل ما خلطش حتى باش نمشي للسيرفيس فهمتني معناتها فيت في تنرجعوا له هذاك باش تحط على فريق كره الطايره معاكم مروان. نرجعوا توا للاستعدادات فريق كره اليد لبدايه جديات كما قلنا 12 افريل البلاي اوف الترجي هذا التونسي يتنقل الحمامات ابتداء من غدوه باش يكون في مواجهه نهار السبت ونفس الفريق هذا باش نعاودوا نقابلوه السبت اللي بعده في طار دور الربع النهائي من الكاس. شوفوا استعدادات فريق كرة اليد قبل تنقل الحمامات. في كرة اليد الجديات قربت، الترجي يفتتح مباريات البلاي اوف بملاقاة جمعية الحمامات في الحمامات. نهار 3 رجعوا عناصر المنتخب الوطني وبدأ وضع اللمسات الأخيرة للحفاظ على لقب البطولة.
تقدر تلعب الشامبيونات كلها باش تلعب دون دو سمين اي دمي دونك كل ماتش عنده اهميه نتاعو ما نقولوش كل عثره معناتها تجي ثقيله قدرة ربي احنا معناتها مازلنا كي رجعنا منتخب انا وايمن وبحر وسيم والولاد الكل قاعدوا يخدموا ان شاء الله معناتها عنا اون سومين معناتها باش ريكوبيريو فيها فهمتي كل شيء معناتها حتى على لونتون عندنا ماتش حمامات في حمامات سي ماتش كابيتال باش تبدا تدخل به معناتها اون كونفونس الماتشات الاخرين ان شاء الله بقدرة ربي نخدموا بالكدا جمعة كاملة ونمشي ونجيبوا الانتصار من الحمامات بقدرة ربي حاضرين الولاد الكل يقول لي احنا كنا في ستاج مع ليكيب ناسيونال لعبنا دو ماتش اميكو كونتر مونتينيغرو وانا حضرنا بهم ونجم نقول معناها رجعنا الفورمه زاده ان شاء الله الاولاد لهنا كيف كيف نبداو كل فرد نيفو وحمامات معناها ماشي سهله نعرفوا اللي جمعيه باهيه وتلعب السنه معناها شامبيونا وكوب يظل لي لازم نربحوا الماتش الاول باش نكملوا معناها في السلسله هذه نتاع الانتصارات وان شاء الله الجاي خير قلنا برشا تريف هذه تولت علينا البريود صحيح ساي تو معنا الجدية تبدأت باش نصحوا على اللي تيتر نتاعنا بقدرة ربي نخدموا تو شوي اكثر تكتيك واكثر لعب جماعي معنا باش نحضروا ونحطوا لمسات الأخيرة للحمامات وللمباريات الكل خاطر ماك تعرف مباريات الكل 4-6 ساي ما عادش عندنا وقت كو الجدية تبدأت ان شاء الله نستحفظوا على التيتر نتاعنا بعد شهر كامل تحضير بدني وتكتيكي عندنا جميع النواحي تو معناها قبل 4 ايام على شنو يكون التركيز معناها في, 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 في المراحل الاخرانيه هذه طبعا التركيز خاصه ذهنيا ما يخذكمش احنا في الشهر عمرنا اللي حضرنا على فريق الحمامات ولا على فريق النجم ولا الفريق حضرنا خاصه فريقنا احنا وخاصه الكونسيبسيون دو جو نتاعنا خاصه لو فون دو جو نتاعنا تو ممكن باش يكون تحضير خاص بالنسبه للفرق اللي باش نافسنا نقاط القوه نتاعهم نقاط الضعف نتاعهم طبعا كيفاش ينجموا يلعبوا لنا شنو المدافعات نجموا يستغلوها كونترنا شنو الهجومات كيف كيفاش نجموا يلعبوا لنا وانا بطبيعه الحال الذهني وخاصه لما المجموعه مهم ياسر السوليداريتي في وسط الجروب الجو الباهي في وسط المجموعه هذا الكل يلزمنا ونكسر الحوايا عليه في الفتره هذه الفريق باش يكون ناقص انيس المحمودي ابراهيم ليغا وعامر محمود بسبب الاصابات صحيح حلو عندنا بعض الاصابات اللي باش خلينا شويه اونديكابي في الفتره الاولانيه نتاع البلاي اوف هذه على غرار انيس محمودي على غرار ابراهيم ليغا لكن حاضرين ان شاء الله باش نعوضوهم كما يلزم وقت اللي تبدا الاسبري صحيح وقت يبدا الكوليكتيف حاضر لهنا معناها الغيابات ممكن ما تشكلش عن عائق كبير رغم قيمة الملاعبية هذوما فنيا وفرديا وان شاء الله نكونوا حاضرين ان شاء الله الترجي يتنقل غدوة للحمامات المباراة بشدور نهار السبت فحظ موفق لزملاء وسيم هلال في رحلة الدفاع عن اللقب نربط بكلام المدرب نجيب الثير عديتوا شهر وانتم تحضروا شهر تحضيرات بديتوا على المستوى البدني بعد رجعت لمسات الاخرى تكتيكيه توا كيفاش تحسوا روحك لانه الفريق جاهز خاصه نحب نذكرنا معناها معك انت ثلاثه لاعبين انا وابراهيم عمر وابراهيم ليغا والله عندنا شهر كما قال اكثر حتى مش شهر نخدموا معناها توسكي فيزيك وبعد في الاخر بكل اخر جمعتين دخلنا في تكتيك و فهمت دونك ليكيب توا حاضره 90% نستناو في اول ماتش اي في زفره الاربيتر باش نبدا 100% فهمت اما ان شاء الله نبداو بالكدا خاطر به المرار الربح يجيب الربح مهمه المباراه الاولانيه اول بيان سور بعد كل تريف بعد كل تريف اول بارتي في اول كاردور هو اصعب معناتها اصعب حاجه سورتو اللي حمامات في معناتها في حمامات توا يلعبوا أليز وكل شيء والإسبرانس يكيب أباتر دونك بشاهبتوا هما مصعدين احنا شوف شنتي اللعبة في حمامات يمكن أسهل شوية خلينا نقول المباراة في الزواوي دا بريسيون كبيرة عليهم هما
ذاك يمكن تستغلوها الفرصه ولا احنا شو الجوار كل معناها اكسبريمونتي ما تخيلش انا الاولاد عندهم ضغط ولا حاجه بالعكس احنا الكيبابات احنا يكون عندها شويه بريسيون اما نورمال راهو استانسنا بالاجواء هذيا ظل طموحاتنا اكبر بياسر من معناتها من اللي بارتي معناتها باش نقولوا سريسي في بارتي حمامات ولا الاطوال معناتها سنه فينا سوبر كوب دافريك شوف شوف ربما هذا البلاي اوف باش تكون نحضروا به تحضروا به والله كلامك صحيح احنا نحضروا به الكونتر الاهلي سورتو اللي كيب الكل معناتها توا حاطين في مخاخنا بارتي الاهلي اما زاد ما يلزمناش ننساو البطوله والكوب اللي مطالبين باش نهزوهم خاطر كيبتنا معناتها ان جروب هوموجين ما فماش علاش باش نخسروا حتى جروب ريش معناها من اول سيزون لوبجيكتيف هذاك هو معناها على مستوى عندنا عامين ما خسرناش دونك ظهرنا مش بالساهل الكيب باش تقعد ما تخسرش حتى في اصعب ظروف معناتها في ظروف صعيبه حتى روحنا من الكوب كي روحنا من الشامبيونز ليج كنا فاتيقي على الاخر والناس الكل معناتها دون لونياج كما يقولوها كاليجي جي تعادل مع الكلوب وقتها تعادل مع الكلوب وتعادل مع الاتوال وتعادل مع طفولبه وتعادل مع حمامات ما نخسروش ما نخسروش وحنا قعدنا توا الويره دونك الاولاد يظهر لي باش يكونوا حاضرين سورتو اللي فيزيكمون حاضرين 100% وذاك هو التحضير كان على الفيزيك خاطر كنت ثلاثه ماتش سبت حد اربع حد معناها والله فيزيكو مونتال حتى مونتال مورا صعيب باش تلعب كل ثلاثه ايام بارتي كل ثلاثه ايام بارتي شوك كوب معناها سورتو كوب ولا بطوله تخسر تنجم متوخر معناها كنت انت الاول في البوان بونيس تنجم متوخر تلقى روحك ثاني ولا ثالث دونك يلزمنا ديما نربحوا سورتو كي نربحوا ثلاثه بارتيات الوالا اللي هي حمامات والاتوال والكلوب نهزوا 90% نهزوا الشامبيونا معناتها نقعدوا مركزين كان على الكوب اللي نلعبوهم بعد كي نروحوا من السوبر كوب دافريك كلمه سوبر كوب دافريك فريق يتنقل ان شاء الله 12 ماي مباراه قلنا 15 ماي كيفاش قاعدين تحضيراتكم دخلتوا ديجا معناها في الكومبيتيسيون هذه ذكر لي السوبر كوب يوم 15 ماي ومن بعد جاوا مراحه تنطلق البطوله الافريقيه والله في انا يكون براتيكمون يكون تفرجت بارتي الاهلي اللي كنت تفرج فيها 10 مرات الادفيرسير نعرفه معناها بالنسبه لي انا كنت تفرج فيها 10 مرات يكون الادفيرسير الكل نعرفه معناها حافظ الجوالات نلعب كونترهم الجارديان شنو معناها كيفاش يشدوا لي جونر تاع الديفونس اللي يلعبوهم سورتو اللي هي بارتي كهو معناها سيرين بارتي نجموا يربحونا دونك احنا باش نحطوا معناها باش نحطوا البلان باش نحطوا ال 100% نتاعنا ما تخافش من الديتاي الصغار اللي في الكونغو نزل الاقامه ظروف غادي ما عندكم فكره احنا باش نمشيو الناس كل كونترنا خاطر الترجي تعرف انت ترجي ليكيب باتر في الافريك في الافريك الكل معناتها تونس سورتو تونس ليكيب ناسيونال تاع تونس في الهوند وفي الـ في الـ في الكلوب فما الاسبيرونس فهمت في الهوند بال دونك باش نستناو ينجم الاربيتري يدز معاهم نستناو الظروف ماهيش ملائمه كما قلت انت الاوتيل ولا حتى الكيران ينجم يجيب لك شكار باش ديبلاسي نهار البارتي الماكله كي تقول لي الماكله صعيبه على الاخر سورتو ممكن كنا نصوروا انه يمشي معنا طباخ ولا حاجه خاطر في السوبر كوب دافريك تمشي به الكوب دي موند كلوب ان شاء الله الاسبيرونس تخمم في الحكايات هذوما اللي بتي ديتاي خاطر هذوكم يرتحونا على القليله بسيكولوجيكمون اي مونتال معناتها نبداو حاضرين 100% يضر يصير ماتش يضر نربحوهم احنا اما براتيكمون الاهلي كلموا انت فما وفيق بالعيد طبيخ ترجي شيف وفيق اطلب قول له ايجي اي معلم برجولي اي عاد اي عاد ترجي يمشي حتى بليش يمشي هو مكسر معناها قول له ماتش ان شاء الله زين انا نتكهن بالانتصار والمورالمون موتيفي على الاخر والمسؤولين كلهم بينا الناس كل تحس سخونه سنة ترجي ان شاء الله تكون منوره في جميع الرياضات سورتو اللي توا الواله في هاندبال ولا فولي ولا فوت في الكل كل احنا الواله توا الحمد لله بارك الله ان شاء الله كما قلت ان شاء الله معناها تكملوا كما فريق كره طايره تكمل فريق كره اليد يتاهل لكاس العالم الانديه وننتظروا فريق كره القدم ولكن بشويه مازلت بالمرحله بالمرحله فريق كره القدم نزلوا دور المجموعات وان شاء الله بعد نصف النهائي والنهائي نفس الشيء انتم تطلعوا في اول ماي يظهر لي دو ماي تطلعوا للبرازيل نورمالمون خاطر كل البروغراماسيون من الاول كانت 3 ماي الفينال كوب معناتها من بعد كي هزينا الشامبيون دافريك تبدل ما نقدموه جو كروا لو برومي ماي باش نلقاو الوقت خاطر التورنوا تبدا في البرازيل لو 5 ماي هذاك علاش ما تحب نهير باش تخلط البطوله الافريقيه تلعبت في تونس وبالتحديد النجم الرياضي الساحلي هو اللي نظمه
عندكش ميساج لنيس ماشي بطولة افريقية في الكونغو تعرف الظروف صعوبات غادي ويمكن معناها الديتاي صغار ينجم يقلق وحكينا على الماكلة نزل واش نقول لك كيما في الهوند قبيل حكيت انا وياه كيما في الفولي معناتها احنا رئيس الاتحاد الافريقي عمرو علوي المصري التنظيم هويدا مصري التحكيم حسن احمد مصري معناتها ديما باش تلعب ضد ايكيب و وشتر ايكيب وشتر لي زيكسترا كيما نقولوا احنا ان شاء الله معناتها احنا كيما قلت لك احنا في الفينال ما خليناهمش يلعبوا كومبليتمون معناتها وكانوا بالحق لي دوز اربيتر تزيريه معناتها كوريكتومون زفروا قد بريسك سون فوت معناتها عداو الماتش واحنا زادا كنا في المستوى باش تربح يلزم عندك ليكار بعيد مش تقعد تجيري معهم بوان بوان راك باش تتعب برشا فهمتني وزيد لي كونديسيون في الافريك يجيوك حاجات ما تعرفهمش منين يجيوك ان شاء الله يكونوا في نهارهم هما خاطر علاش صعيبه خاطر باش تلعب على ماتش برك كيما تنجم فما حاجات ما تعرفش شنو السيناريو اللي باش يجي كيما تعرفش شنو الابليكاسيون جوريتك نجم يكونوا في نهارتها ابليكي فورمي كونسونتري كيما تنجم مثلا تلقى الدخله نتاعهم يعاودوا يرجعوا معناتها هما يلزمهم انا بالنسبه لنا سور بلون مونتال يكونوا حاضرين 100% خاصه انك تسمع نيس يقول لك عندنا مده واحنا نتبعوا فيها الاهلي كيما شفت في كل جوريت علاش كيما شفت نقاط قوه نقاط ضعف كيفاش يدافعوا هذا كله مهم احنا توا باش نحطوا التو بور لو تو باش نلعبوا ورقه هي ورقة الربح يظهر لي بريسيون زاد علينا احنا كبيرة ان شاء الله نحب نقول حاجة نحب المسؤولين يتلموا علينا ويتلفوا بنا يعاونونا مساج من منبر الترجي مساج كاين اسم محمود يا جوار الترجي الرياضي التونسي ماذا بينا الناس كل يتلموا الخيانة كل كيما عاودونا يتلموا بنا ويشجعونا وسي حمدي مدب نعرف سي حمدي مدب ديما معانا كل شيء والبقيت المسؤولين من كبيرنا صغيرنا نحبوا ترجي في العلالي وان شاء الله يجيوا معنا ويعاونونا ان شاء الله. مروان حبيت نرجع له على السيناريو نتاع ليكيب ناسيونال في الشامبيون دافريك الاخرين في الجزائر معناتها ربحوا نسميوك الادفيرسير ديريكت نتاعهم اللي هو المنتخب المصري ما عملوش حسابهم ال 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 ونيس الماتش الصاله الصاله الكونديسيون اللي جاوا في دافريك الصاله اي معناتها ما عادش الجوارات ما عادش تسمع بعضها كيما العاده راهو كي تعب الصاله حتى الكره تخف الجوارات ما عادش تسمع بعضها برشا حاجات نرجع معك مروان انت قبيله جبت على النهائي ضد الاهلي المصري في البطوله الافريقيه الكره الطايره كنت فرحه كبيره كيف بعد الانتصار ولكن تبقى النقطه السوداء هي الاصابه نتاعك في اخر مباراه نرجع للتقرير اللي عديناه الاسبوع الفارط على الاصابه نتاعك وكنا ننتظر قلت لنا توا معناها الايام القادمه نقول لكم مدى حالتي صحيه نرجع نشوفوا التقرير هذا وبعد تقول لنا انت مدى حالتك صحيه مروان الحمد لله على لطفك الله يلطف بيا وبيك الحمد لله جاتك حد الباس هكا الله غالبك نقولوا عين بعد الكوب دراب كوب دافريك العين جات فيك انت والله يمكن ديما والله وين نمشي يقولوا وين تمشي تهز التتروات الله الحمد لله انا جاتني عين ليان اخويا على قليله نطير بها طيرنا بها العين الحمد لله وكان مفيد تيتر هزينا وكا الحمد لله جاتني البلوسيور يمكن في لي 5 بوان الاخرانيين في الماتش الفينال اما الحمد لله واحد يقول هذاك اش كتب ربي وكاو سمو احنا ما نذكروش بالضبط وقتاش صارت الاكسيون كيف صار والله انا بيدي والله تو ماني ما فقتش بها الاكسيون كيف صارت بالضبط وما فقت في الاخر كي واحد لقيت صبعي معناتها طايح كومبليتمون صارت لوكساسيون جبت وانا ديجا في التيرام رجع لبلاصته ما قعد باقي طايح مشيت للطبيب سي مصف بن عبيد مع الطبيب نتاعنا زاد سي كريم بون قال لي يزمو اوبيراسيون خاطر التوندون معناتها تقطع ما عادش يتفيكس الصباع معناتها وساريس معناتها اللي قدر كان تزيد نلعب بيه تنجم يتكسر وتولي سيج واحد قلنا من الاولويه من المصلحه وكهو معناتها نعملوا الاوبيراسيون خاطر ما عادش فيه معناتها ما تعرف ولي تلعب باليدين معناتها زايد معناتها اليوم عملت العمليه مروان قداش حس تقريبا تنجم تغيب والله يكون يدي تو مازال الطبيب سي المونس شوي اخر يمكن يجي هو كي ديسيد معناتها قداش وان شاء الله كان عندنا الزهر ان شاء الله نخلطوا نكملوا في الاخر مع الاولاد اذا ما فماش الله غالب هذاك واش كتب مروان هاي
قلنا تو قلت سلا تو مع الطبيب نعرفوا لا قال لي لا سي سيزون فيت بالنسبه لي انا لو 15 ماي ان شاء الله اوفيسيال هذا اوفيسيال معناتها خاطر عمل لي حديد في وسط الاسبوع بعد شهر ونص لو 15 ماي نمشي ناحية الحديد بعد نبدا في ريدوكاسيون بون انا ما صحيح يمكن تحاول مع الفريق البرازيل لا ان شاء الله لا ان شاء الله علاش لا قلت ربي نمشي معهم علاش لا معناتها خيار وعاد قلت خلي الشكي وخلي قلت له خيار لا نمشي ان شاء الله قلت ربي نمشي معهم ما عندناش حتى مشكله في الترجي في الحكايه هذه معناتها غزاله غالب قلت له صباحكم في بدن كامل بون انا اون اكتيفيتي راه ما نكذبش عليك ما نزلت ترينا مع الجوارات بون خاطر اليمين لاباس ما تنجمش تقلق كان تقعد لا صعب لا كاو هذاك حتى في العمر هذا ديما واحد مدود مازال دوده مازال ربما تكون فرصه كي باش تنقل البرازيل تقعد مع الطاقم الفني مع لا والله صحيح مع سي فؤاد كمون وياسين الصغيري لا صحيح سي شاكي بروبوز عليا بون قال لي نجبد لك الكارت جوار وان شاء الله نعمل لك كارت ديريجون وموا تقعد لوطه مع جوارات خاطر ما حكيت مع سي فؤاد معناتها ما يجيش باش تنحي جوار واحد مانيش معناتها مش مستحقني معناتها مش نلعب باش ناخذ بلاصه جوار زايده قال لي نشوفوا كيفاش قال لي نعمل كارت ديريجون ان شاء الله تقعد بحذا الاولاد وموا حتى واحد يعين حتى بالكلمه هكا هو مروان الاصابه هذايا معناها من اخيب الابيزود نتاع كاريرك خاصه معناها تربح بطوله الافريقيه وتاهل كاس العالم واول مره ترى تمشي كاس العالم صحيح قعدت في قلبي ما تصورتش انا ما نكذبش عليك ساده عاديه بون قلت النجم حتى نعصب سي منصف قال لي ما تنجمش معناتها كومبليتمون لي دو توندون تقطعوا معناتها زايد لا قدر الله تجي تصير حاجه معناتها قال لي صباع كامل يمشي على غالب هذاك كيما قال شكتب ربي والحمد لله فانت كونت صحيح واحد تحز في نفسه ماهوش مش ديما واحد بيشارك كوب دي موند دي كلوب وان بليس عندنا برشا في تونس ما معناتها ما زينيش شامبيون دافريك صحيح ان شاء الله نكونوا معاهم على القليل انا قلنا ان شاء الله نعينوا بالكلمه وكهو ان شاء الله نكونوا معاهم وكهو تعاون بالكلمه وكتكون لك فرصه انت باش تحوس غادي تشوف التنظيم قبل خاطرهم خلينا نحس شويه خاطرهم لا خاطرهم خلينا نحس شويه الاحساس جوارات ما تلعبش سون ستريس يمشي واحد خاطر كيف تعرف فما ديما الجوار اللي يلعب وستانس في لي كومبيتيسيون ديما تلقاك ديما تخمم في الماتش ستريسي حتى من الضعف تضعف الماكله ما عادش تاكل بالكدا النوم ما عادش ترقد بالكدا تو مخي قلت له مخي فارغ باش تلاقي بيكم وتلاقي معكم تلاقيت بهم المباريات هذوما نرجع انت مادام تحكي على الكومبيتيسيون نرجع على زوز لقاءات تاع الترجي التونسي او لقاء الاخر البارح في قاعه الزواوي دور نصف نهائي من البطوله ضد الاولمبي القليبي في اللقاء الذهاب 3-0 في قليبيا ومن دون صعوبات في لقاء العوده نفس الشيء 3-0 البارح في قاعه الزواوي نتفرجوا بعد الفوز بالبطولة العربية والإفريقية فريق الكرة الطائرة تخلى المرحلة الأخيرة من المنافسة على الألقاب المحلية السبت اللي فات كانت البداية بنصف نهائي البطولة ذهاب في قليبيا الترجي فاز على الأولمبي القليبي 3-0 رغم بعض الصعوبات اللي لقاها في الماتش تشوف السكور أبار البرومي سيت خديناه بعيد شوية الدوزيام سيت والتروازيام سيت قليبيا كانت متقدمة علينا في النتيجة في برشا أوقات من الشوط وكان في نهاية الشوط يعني اللي ممكن يدخل فيه عنصر الخبرة شوية كل شيء نحاولوا نرجعوا معناها ورجعنا فيه من السكور لكن كانت مباراة صعيبة وهذا كان متوقع يعني فريق بعد تقريبا 12 يوم في السوسة وفوز وتعرف يصير نوعا ما ريلاشمون بعد الوحدة كل شيء باش يرجع يحط الضغط من الأول جديد ويراهن على المباريات هذه ويراهن على أهداف جديدة ماهوش بالصعيبة الحمد لله خرجنا بانتصار المقابلة هذه في قليبيا دونك سيتي ماتش ديفيسيل نعرفوه ماتش ديفيسيل بالنسبة لنا احنا خاطر في الريتم اللي تعدينا به طول النهار معناها البريود هذه نتاع شهر ونص هذوما كانت عندهم بريسيون هما أكثر من اللازم مستغلين هذاك والحمد لله خرجنا بانتصار بأقل أشواط ممكنة بعد 3 أيام من الليل تلعبت مباراة العودة في زواوي الماتش كان من المفروض أنه يبدأ 5 متاع العشية بدا مع 7 بسبب تأخر نهاية مباراة الأواسط بين الترجي والنجم I will never let you go.
وعلى عكس ذهاب الترجي دور معاناة يربح الأولمبي الإقليبي بثلاثة أشواط لصفر، تفاصيلها 25-18 25-12 و25-19. ترجي ممكن في الليل لقى شوية صعوبات، اليوم من غير صعوبات ترجي في الفينال. إيه في الليل جو لعبنا في سالة متاعهم في قليبيا، جو برشا جمهور وكل عاونا مليحة خلينا صعبة لنا شوية الماتش. اليوم لعبنا خير من ماتش الليل وربحنا 3-0 بكل سهولة. معنا حضرنا المباراة كما يجب كما يقولوا، الأولاد هبطوا مركزين طبقوا التكتيك مول مطلوب منهم كم يلفو. نظريا احنا احسن من قليبيا وشفناها اليوم على الميدان، معناتها ما كانتش ثم حاجه تخلي اولمبي قليبيا باش يقلقنا اليوم فريمون. والله الحمد لله معناها تويكا ترشحنا فينال شامبيونا، سي بون هذايا ميسيون كومبلي، تويكا نعاودوا نركزوا ونرجعوا نترينيو على رواحنا. وهكا يترشح الفريق لنهائي البطوله لملاقات واحد بين الاتوال والسي اس اس. قلقكش توجيه الاتوال ولا السي اس اس؟ لا ما يقلقناش، نحن شامبيون دافريك وشامبيون داراب، اللي يجي مبروك. احنا هدف نتاعنا البطوله، واللي يجي نجم الساحلي ولا نادي الصفاقسي نحترموهم الاثنين، ما نجمش نقول لك افضليه بين واحده منهم، احنا حاضرين وعندنا ثقه في امكانياتنا، اذا باش نهزوها لازم احنا نكونوا حاضرين. وبالنسبه لكاس تونس، الترجي يلعب الاربعاء الجاي مره اخرى في قليبيا ضد الاولمبي القليبي في اطار الدور النصف النهائي. الأولمبي القليبي اليوم يظل كان خارج الموضوع، يظل مركز على مقابلة الدور نصف النهائي الكاس، ما يلزمناش نستسهلوهم في النصف النهائي الكاس في قليبيا، يلزمنا نهبطوا مركزين، سورتو اللعبة في قليبيا وجمهور وكل شيء معناتها مش باش تكون سهلة كيما هنا، يلزمنا نهبطوا مركزين والولاد الكل يعطيوا كل ما عندهم، إن شاء الله بحول الله فينال إن شاء الله كوب وفينال شامبيونا إن شاء الله. هذا كان تأهل فريق كرة الطائرة في الدور النهائي من البطولة. لقاء نهائي باش يكون يا ضد نجم الساحلي أو النادي الراضي الصفاقسي، بما أنه النادي الراضي الصفاقسي عدل بعد ما ربح النجم في قاعته المباراة الأولى، فالصفاقسي ربح مقابلته الثانية في صفاقس، وباش تصير مباراة لابيل ما بيناتهم الزوز، مباراة فاصلة والنهائي إن شاء الله الواحد ماي تنشوفوا شكون واحد فيهم. قلنا قليب يا بلادك كيف تشوف انت من دون صعوبات؟ قلنا انتصار 3 بشيء في الليل، 3 بشيء في الرتور. ولا صحيح، بون قليبيا تقعد الكابون بصفه عامه يقعد ديما مدرسه، سيرتو قليبيا مدرسه نتاع كره الطايره، نجم برشا لاعبين معناتها تشوف تمول في بريسك الانديه الكل موجودين في تونس. القاعه نتاع قليبيا مسرح، كانت عباره مسرح، غادي نمشي صحيح عندها وعائله كل ما بعضها. صحيح قبل كانت لي ماتش شويه بريسك لي ماتش الكل، بون ما نحكيلكش الكبار خاطر تولي صاله فول كما يقولوها، اما الماتش شويه الكل ديما الناس الكل اللي يجي معناتها خالته وعمته الناس الكل اولياء الكل يجي يتفرجوا، معناتها تعرف قليبيا بلاد صغيره بريسك الناس الكل تعرف بعضها. حتى كثير نهائي كاس في القبه نشوفوا معناها العائلات تجي الاجواء تبدا. صحيح معناتها ديما شويه جمهور الناس تشجع، معناتها مغرومين برشا بالفولي، حتى كي تجي في الصيف تفرج في البحر تلقى الناس الكل تعرف بريسك تلعب فولي، اغلبيتهم مترينين معناتها. قلت لهم اللي ما تريناش خلط مينين. ابسط حاجه البارح مروان قبل لقاء العوده ضد الاولمبي القليبي، مباراه اخرى تلعبت في قاعه الزواوي، مباراه الاواسط، فريق الترجي الراضي التونسي واجه النجم الساحلي وانتصر 3-1. نرجع للمباراه هذيا، وبالتالي الترجي ولا في صدر الترتيب قبل بدايه جديات في السوبر بلاي اوف بالنسبه للجونيور تاع ليكيب فولي تاع الاسبيرونس. قبل انطلاق مباراة الكابر بين الترجي والأولمبي الإقليبي نهار الأربعاء، لعب فريق الأواسط مباراة ضد النجم الساحلي في إطار الدور المؤهل لمرحلة السوبر بلاي أوف من البطولة الوطنية. ولادنا ربحوا النجم 3 أشواط لشوط وانفردوا بصدارة الترتيب. الترجي في الأواسط يربح النجم الساحلي، ماتش امبورتون لبقية المشوار، مازال ثم سوبر بلاي أوف على البطولة. أكيد هو نشوفوا المسيرة بالنسبة للأواسط السنة هذه، إلى حد الآن معنا خسرنا مباراة واحدة مع الأولمبي الإقليبي، متصدرين المجموعة، مازال زوز مباريات مع حمام لنف ومع النادي الصفاقسي، إن شاء الله الأسبوع الجاي نفوزهم قدام حمام لنف، نضمن ترشح للسوبر بلاي أوف إن شاء الله. عملنا عثرة الجمعة اللي فاتت نهار الأحد مع النادي الأولمبي الإقليبي، يعني حرام 3-0 خسرنا. ناخذوا الريتم مره اخرى، مازلنا دو ماتش ان شاء الله نربحوا باش ترشحوا الفينال شامبيون ان شاء الله. ان شاء الله السنه دوبلي كادي ودوبلي جونيور، عملنا وصلنا زوز فينالات وخسرنا على غالب السنه ان شاء الله نتاعنا.
حد نحسوك في اللعبه انت اللي شد الكليبر كله يخافوا منك ولا مسربسها ولا شنو دي بعد هيك اكبر واحد فيها ما عندي باش انتقانا كيف بسال كل لوني كان فريق الأواسط الترجي الرياضي التونسي في الكرة الطائرة وكما شفتوا الانتصار ضد النجم الساحلي. مقابلة جاية قلنا مباراة الكأس باش تعاودوا تواجهوا قليبيا وربما تكون لك فرصة اللي كنتي باش تروح تمشي مع الفريق القليبيا. مشيت تشوف العائلة والأصحاب والكل. مشيت الويكاند اللي فات هكا فهمتني إن شاء الله. لا باش نعاود نرجع إن شاء الله مع الأولاد باش نكون معهم إن شاء الله. بون أنا نمشيو خاطر نلعبوا بالأربعة. تقصر بيع تو تقصر بيع. تو سخنت الدنيا تشجع باش الواحد يروح. نفس الشيء في الكأس الترجي قلنا يلعب ضد الحمامات وفي فريق كرة قدم مواجهة بتكون ضد بيجا وكما قلنا حمامات زوز لقاءات ورا بعضهم بين البطولة والكأس. قبل ما ننهي وحصتنا عندكمش الأولاد كلمة الختام قبل ما نكملوا معاك مروان ولا أنيس تحبوش تضيفوا حاجة على اللي حكينا عليه اليوم كل والله يا ما دو مانيس مروان دي مروان شنت أنيس لا أنت بكبير أجل بك أنت والله ان شاء الله معناتها بعد البطوله العربيه البطوله الافريقيه معناتها باش تقعد ديما عندها القوة نتاعها كما نقولوا الشامبيونا والكوب ان شاء الله معناتها نكونوا في النهائي معناتها ان شاء الله احنا تو موجودين ان شاء الله في نهائي البطوله ان شاء الله نكونوا موجودين في نهائي الكاس انا نقول ان شاء الله نفوزوا بالثنائي نزيدوا معناتها نضيفوا الثنائي الاخر ان شاء الله عندي ثقه في الاولاد الكل وعاقدين العزم الناس الكل ونحب نشكر سي شكيب بوسلامة معناتها اللي كان السنة معنا بالحق وقف معنا ومعناتها شجع اللاعبين الكل وبالنسبة لي أنا معناتها يمكن 70-80% كان عنده إيد في التتويجات هذوما لأنه كان سبب باش فما جوارات كانوا موجودين السنة في الترجي أعطيه فيهم الثقة جولي جوار ديكسبيريونس اللي صحيح بالحق مش رمي ورود اما صحيح معناتها زادوا الاضافه و صحيح على المواسم اللي فات لانه شوف المواسم اللي فات ديما كانت مشكله الترجي اكل في الاخر ديتاي هذيك صار البتي ديتاي هما البتي ديتاي احنا ديما نقولوا البتي ديتاي ولي ديشي هما اللي يعملوا الديفيرونس في الفوليبول الحمد لله معناتها السنه كنا موفقين والحظ زاد ديما عنده قيمته ان شاء الله نهديه زاد التتويجات هذوما ان شاء الله الجايين ان شاء الله الجمهور الترجي وعلى راسهم سي حمدي المد يعطيك صحة مروان إن شاء الله كما قلنا نضيفوا زوز ألقاب أخرين في فريق كرة الطائرة أنيس أنت عندك شو تضيف؟ والله حكينا تكتيك كل شيء أنا نحب نشكركم أنتم اللي استدعيتونا استدعيتوا معناها مروان والأولاد الخويين تاع الفوت ظهر لي عائلة الترجي الرياضي التونسي تشوف قراب لبعضنا بالمناسبة نتوجه لهم التحية معناتها شرفونا كرة الطائرة العقبة اللي نحن وللفوتبول خاطر جمعية تعيش ببعضها حاجة تجيب حاجة معناتها حتى الهوند والفوت والفولي حتى توا ولات عندنا باسكيت الناس كلها قراب لبعضنا عائلة واحدة ملمومين إن شاء الله ديما فرحانين والعاقبة لينا احنا إن شاء الله انتم سبقتوا واحنا إن شاء الله نحرم ترجي يا دولة ترجي وفامس فيرينج يعطيكم الصحة الأولية يعطيك الصحة أنيس محمودي لاعب فريق كرة اليد كنت حاضر معنا نفس الشيء مروان الفاري يعطيك الصحة كنت حاضر معنا احنا قبل ما ننهي حصتنا كما كل أسبوع حوار الأسبوع حوار خاص المرة هذيا اخترنا لاعب من فريق كرة قدم وسط ميدان الكاميروني تيري ماكان لاعب هذا آخر انتداب قام به الترجي جاي يوم 17 جانفي اللاعب الأجنبي ثاني الكاميروني ثاني تيري ماكان قبل ما ننهي حصتنا كما كل نهار خميس نذكركم اللي عندنا موعد نهار اثنين من غدوه في الترجي نيوز ولكن قبل ما ننهي الاسبوع الفارط كنت شكرت زميلنا المخرج مهدي جبوري والمره هذه نحب نشكر المركب الموتور محمد بن حسين اللي هو قاعد يقوم بمونتاج تاع كل هذه التقارير اللي قاعدين تشوفوا فيهم عروسنا جديد محمد بن حسين هذه تحيه خاصه لي هو انا نقول لكم تقابلوا غدوه في الترجي نيوز كما كل اسبوع غدوة كما كل يوم ما تنسيوش صباح الخير وتحية الترجي. J'ai commencé à l'âge de 16 ans dans un comment je peux dire dans une équipe un peu mythique. J'étais l'un des plus jeunes de cette équipe dans le Caïman de Douala.
J'ai commencé dans cette équipe avec de grands frères vraiment que j'ai eu à connaître dans le milieu du football, qui m'ont permis vraiment de me performer et de pouvoir toujours croire à moi et à mes talents. Ça n'a vraiment pas du tout été facile puisque déjà j'arrive dans le centre de formation du Caïman de Douala où je livre un match amical contre l'équipe junior. Directement, le directeur sportif de l'équipe à l'époque, qui était M. Eugène Kéké, un ancien Lyon Indomptable, qui me surclasse directement pour l'équipe première à l'âge de 16 ans. Je commence à m'entraîner avec l'équipe première. Et la prochaine année, vraiment, je peux vous rassurer vraiment que j'étais déjà le capitaine de cette équipe, puisque j'étais l'homme à tout faire de cette équipe, Caïman de Douala. J'étais déjà capitaine et titulaire. Bon, je livrais tout le match à 17 ans, 2 ans. Je suis allé avec New Star de Douala. Pratiquement ma première année avec New Star de Douala, je suis devenu international dans mon pays. En une saison, j'ai fait 3 catégories une fois. J'ai fait la sélection espoir, j'ai fait les juniors. Et j'ai fait la sélection A en une saison avec cette équipe, New Star de Douala. Je crois, c'est même par rapport à ces clubs, vraiment, si je suis vraiment maintenant ici, je crois que je dois rendre beaucoup, beaucoup de grâce à cette équipe et surtout à Dieu qui m'a permis de pouvoir vraiment émerger et réussir dans ces clubs. Donc tout simplement, je crois, après cette saison où j'ai eu à faire un très grand championnat, où j'ai été même meilleur joueur du championnat camerounais. Et deuxième meilleur buteur en plus du championnat. Tout simplement, j'ai déjà eu la grâce du Seigneur qui m'a permis de pouvoir être international. En hiver, je crois en hiver passé, j'ai encore eu des contacts avec Espoir de Tunis. Je n'ai pas résisté, je suis venu directement, j'ai signé avec Espérance de Tunis. Un grand club qui vous appelle, un grand club en Afrique et un très grand club au niveau mondial. Donc vous êtes obligé de venir et faire valoir vos talents dans ce club. C'est un très bon championnat. C'est un championnat vraiment qui a un bon niveau. Vous savez, nous, en Afrique noire, c'est plus, comment je vais vous dire, c'est plus bagarre, plus de combativité. Bon, mais ici, c'est plus compétitif. Pourquoi? Parce que tactiquement, c'est bien. Techniquement aussi, le niveau est très bien. J'ai trouvé vraiment du bon niveau. Tout simplement, le championnat tunisien est un très bon championnat. Et je crois que les années qui vont venir, ce sera vraiment un championnat qui dominera vraiment toute l'Afrique. Le staff dirigeant, vraiment, que ce soit du président jusqu'au secrétaire général, vraiment, c'est du professionnalisme. Vous arrivez dans un club pareil, vous êtes à l'aise avec tout le monde, avec les médias du club, avec les supporters du club. Pourquoi pas dire aussi avec les coéquipiers, surtout les encadreurs aussi qui sont vraiment, qui nous mettent toujours dans l'ambiance, la bonne ambiance pour pouvoir toujours entamer des matchs. Donc, Espérance, vraiment, pour moi, c'est un vrai club professionnel. Je suis vraiment ravi de pouvoir porter le maillot de 100 en or. Je suis vraiment, vraiment très, très, très ravi de porter ce maillot. Et je suis quoi de défendre vraiment les couleurs de ce maillot parce que vraiment, c'est un très grand club qui. Avec lui, je crois que nous allons vraiment faire beaucoup de bonnes choses parce que les entraînements qu'il nous donne, que ce soit le discours qu'il nous tient, sont vraiment très bons. Et je suis sûr qu'avec lui, vraiment, nous, Espérance, nous allons vraiment avoir beaucoup de prouesses. Il travaille très bien, il est avec tout son staff technique, il nous amène vraiment à pouvoir faire le maximum de nous-mêmes, de pouvoir nous donner à fond. Pour moi, vraiment, c'est un très grand coach. Je suis vraiment fier de l'avoir comme entraîneur et de travailler vraiment à ses côtés. La vie en Tunisie vraiment me plaît énormément. Mais pas pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de visiter toute la ville ou tout Tunis. Après les entraînements, je suis toujours chez moi, couché, en train de visionner à la télé. Sauf peut-être quand je vais aux entraînements ou quand je vais jouer. Bon, mais la vie en Tunisie quand même me plaît énormément. Je crois que
c'est un bon environnement ici à Tunis. C'est un public vraiment que j'adore. Ça, c'est un public vraiment que j'admire beaucoup. Si un jour on me demande vraiment de laisser le foot pour pouvoir devenir supporter des sports, je crois que je le ferai. Bon, ils nous amènent toujours à pouvoir, ils nous galvanisent toujours, ils sont toujours là pour nous supporter. Surtout, ils nous mettent, comment je peux dire, comme on le dit vulgairement, ils nous mettent en haut. Vraiment, je tiens vraiment à les remercier et toujours à les appeler de toujours venir nous supporter, de toujours nous pousser pour que nous puissions toujours faire le maximum de pouvoir remporter plus de titres. Et je crois qu'avec eux, nous allons faire beaucoup de choses. Vraiment, je tire vraiment un coup de chapeau à ce public que j'adore énormément. Vraiment, je les aime du fond de mon cœur.